إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، جاءنا وافدٌ بين يدي ضيفٍ كريم وقادمٍ عظيم، له محبةٌ في قلوبنا ولهفةٌ في نفوسنا. إنه شهر شعبان، رسول رمضان وطليعته، وسفيره إلينا وبشارته. لقد أظلنا شعبان شهرٌ تشعَّبَت فيه الخيرات، وتنوَّعت فيه الأعمال الصالحات، ففيه للخير ذكريات، وللقرآن تنزُّلات، إذ فيه فرض الله صيام شهر رمضان على هذه الأمة، لتبلُغ بالتقوى مرتبة القمة. يا أيها الذين آمنوا، كُتِب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عباد الله، شهر شعبان شهر عظيم، يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وفي سنن النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر، ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إخوة الإسلام، لقد كان بعض السلف يسمون هذا الشهر شهر القراء، لاجتهادهم مع الصيام بقراءة القرآن. قال سلمة ابن كهيل رحمه الله: كان يقال شهر شعبان شهر القراء. وكان حبيب بن أبي ثابت رحمه الله إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القراء. وكان عمرو بن قيس الملائي رحمه الله إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. وقد عد بعض السلف شهر رجب شهر الزرع، وشعبان شهر سقي الزرع، ورمضان شهر حصاد الزرع. ورحم الله من قال: مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلاً بحرمتها، أفق واحذر بوارك، تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. فأقبلوا عباد الله على الله بقلوبكم وأعمالكم، فالدنيا طريق الآخرة، إن أحسنت فيها أفلحت، وإن أسأت فيها خبت وخسرت.
أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي وفق أهل الإيمان لطاعته، ويسر لهم سبيل الوصول إلى رضوانه ومحبته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحابته، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم يحشر المتقون إلى دار كرامته. أما بعد، أيها المسلمون، من كان عليه قضاء من رمضان الماضي فليبادر إلى صيامه قبل دخول رمضان، فعلى الأب والزوج أن يذكر زوجته وأولاده بقضاء ما فاتهم، فإن كثيرًا من الناس يتساهلون ويتناسون حتى يدخل عليهم رمضان، فيترتب على هذا التسويف والتساهل الإثم والفدية. في الصحيحين عن أبي سلمة رحمه الله قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر. ومما ينبغي التنبيه عليه أن في منتصف هذا الشهر أموراً أحدثها بعض الناس، مثل تخصيص بعضهم ليلة النصف من شعبان بالصلاة وقيام الليل دون سائر الأيام والليالي، وإحياء تلك الليلة خصوصاً بالذكر والدعاء. وهذا التخصيص لا أصل له في الدين، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم، وما لم يكن عندهم ديناً فلا يكون أبداً اليوم ديناً، إذ لو كان خيراً لسبقونا إليه. واعلموا إخوة الإسلام أننا في شهر كريم، جعل الله بشرى بين يدي شهر عظيم، فحري بالمؤمن أن يغتنم جل أوقاته ويستثمر بالخير ساعاته. وما أكثر الأعمال التي تقرب العبد إلى ربه زلفى، فهي ما بين صلاة وصيام وزكاة وعمرة وصلة للأرحام وإحسان إلى الأرامل والأيتام والفقراء وسائر الأنام، والمحافظة على الجمع والجماعات، والتقرب بسائر الطاعات، والعكوف على كتاب الله، والخشية منه سبحانه وتعالى في الجلوات والخلوات، وبر الوالدين والأرحام، والعطف على الخدم والجيران، وصون الجوارح عن الآثام والزلل، والجد والمتابعة، والإخلاص في العمل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ولي عهده لهداك، واجعل أعمالهم الصالحة في رضاك، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، سخاءً رخاءً،
وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.